سياسات حكومية خاطئة، عوامل بيئية، معارك وحرائق. كان الخاسر الأكبر فيها محافظة الحسكتي إثر استنزاف أبنائها بالهجرة والموت أو انحسار مساحة أراضيها الزراعية وإنتاجها من أكثر محاصيل سوريا الاستراتيجية القمح. تتميز الحسكة بمرور عدة أنهار داخل حدودها الإدارية، فمن أقصى الشرق يقطع نهر دجلة مسافة 50 كيلومترا قبل دخوله إلى العراق، يليه باتجاه الغرب نهر الخابور وروافده، ما منحها أهمية كبيرة في القطاع الزراعي، وتنتج إلى جانب الرقة نحو 45% من قمح سوريا. لكن كل ذلك لم يشفع للحسكة بأن تنال ما يلزم من عناية النظام الحاكم منذ سبعينيات القرن الماضي واهتمام سلطات الأمر الواقع التي أدارتها بعد عام 2012. شهدت المحافظة عام 2007 و2008 نزوح نحو 60-70% من سكان الريف إلى باقي المدن السورية، ويعود سبب هذه الهجرة إلى السياسات الحكومية بتشجيع زراعة الحبوب على حساب المراعي والتوجه إلى المحاصيل كثيفة الري كالقطن والقمح، ما أدى إلى انهيار مستويات المياه الجوفية وقلص من قدرة المزارعين على التكيف مع موجة الجفاف بين عامي 2007 و2009. وعوضا عن اتخاذ الحكومة إجراءات لدعم المزارعين، رفعت الدعم عن الوقود المستخدم في الري ورفعت أسعار المازوت لثلاثة أضعاف. هجرة لأسباب أخرى شهدتها الحسكة بعد الثورة السورية في آذار 2011 نتيجة الأوضاع الأمنية والعسكرية، كما أن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة وإدارتها عبر مظلتها الإدارة الذاتية جاء بأسباب جديدة لهجرة أبناء الحسكة، تتمثل بالتجنيد الإجباري وعدم رسم سياسات أو اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة مشكلات القطاع الزراعي، رغم توفر الموارد المالية عبر تحكم قسد بمعظم النفط السوري وحصولها على منح تنموية من الولايات المتحدة. وبعد كل ما شهدته زراعة الحسكة، تعرضت الأراضي قبيل جني المحاصيل لحرائق عام 2019 و2020، فخلال 2019 فقط التهمت الحرائق أكثر من 450 ألف دنم من أراضي القمح في شمال شرقي سوريا، معظمها في الحسكة. وعلى مدى ثلاثة مواسم بين 2020 و2022 ضربت المنطقة موجة جفاف أرهقت كاهل المزارعين بعد كل ما عانوه، وقلصت إنتاج الحسكة الزراعي إلى 80% عام 2022 مقارنة بإنتاج 2020. كان إنتاج الرقة والحسكة من القمح عام 2011 1,760,000 طن، انخفض في 2018 إلى 500,000 طن، وفي 2020 تحسن نتيجة الأمطار ليصل إلى 1,100,000 طن. بعد كل هذه الخسائر، هل يمكن لسلطات الأمر الواقع أن تحاول إنقاذ ما تبقى من زراعة الحسكة؟